المرأة نوعان، كسلانة وشاطرة. تعريف الكسلانة هي أنثى ذكية فضلت راحتها ونفسها على كلمة فلانة شاطرة، فحصلت على العديد من المزايا، حصلت على خدامة في بعض الأحيان، وزوج يلاحق أولاده لأنه ما بيمشي الحال يتكل عليها، والكثير الكثير من المزايا التي لا تعرفها إلا الكسولات. أما الشاطرة فهي أنثى أقل ذكاء فضلت الحصول على لقب شاطرة، وهي كلمة لا تغني ولا تسمن من جوع، فحصلت على تعب 24 ساعة، زوج اتكالي كسول يغضب لو تأخرت في أي طلب حتى وإن كانت متعبة صحيا، وأولاد معتمدين عليها في كل شيء حتى في حاجاتهم الشخصية، وتلاقيها طباخة، خياطة، سباكة، كهربائية، صبي البقالة، حتى عبد سعيد عامل الورشة تأخذ دوره في بعض الأحيان، وفي الآخر تدهور صحيا ويجحد زوجها كل خدماتها وتضحياتها ويتزوج عليها بوحدة كسلانة، ويحلف أنه ما داق طعم السعادة ولا عاشها إلا لما نتزوج الكسلانة لأنها تفرغت له وهي بكامل صحتها وزينتها وطاقتها الإيجابية. وأنت يا شاطرة خلي اللقب ينفعك، حبيت أهدي النفوس شوي.